تحية طيبة مشاهدينا الكرام. ناداهم البرق فاجتازوه وانهمروا، عند الشهيد تلاقى الله والبشر. ما من موضوع في العالم قديم أو حديث إلا واختلف عليه بين مؤيد ومعارض إلا الشهادة وكذلك الشهيد، فهو كالوطن يلتقي عند تقديسه وتعظيمه وإجلاله الكل، بدءا من السماء وانتهاءا بالتراب الطاهر الذي ضم رفاتهم الطاهرة. يسرنا مشاهدينا الكرام في عيد الشهداء هذا، كل عام وأنتم والوطن سوريا بألف ألف خير، أن نستضيف محافظ القنيطرة الدكتور معن صلاح الدين علي. أهلا ومرحبا بكم دكتور معن، كل عام وأنتم بألف خير. إن شاء الله والوطن بألف خير. طبعا يعني مناسبة عظيمة نلتقي بها اليوم ونحن نحتفل بعيد أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر. أولا الرحمة، كل الرحمة لشهدائنا الأبرار، الذي قال فيهم القائد الخالد حافظ الأسد، والذي تمنى الشهادة أن تكون حياته، أن تختم حياته في الشهادة. نعم. بالشهادة. قال عنهم أكرم من في الدنيا وأنبل من البشر. نعم. ورحم الله الشاعر الذي قال خير المطالع تسليم على الشهداء، أزكى الصلاة على أرواحهم أبدا. وما أعظم الشهيد وشجاعة الشهيد. رحم الله الشاعر من قال بشجاعة الشهداء حي الفداء، ومن في ركبه ساروا الله أكبر في الهيجاء إنثاروا. والشهيد عندما يأتي إلى الميدان ينطبق عليه قول الشاعر سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى. الحديث عن الشهادة حديث مقدس، لأن الشهيد هو أكرم من في الدنيا، هو أصدق والأوفى. والشهيد عند ذكر الشهيد لا بد من ذكر أسرة الشهيد الذي ربته تربية وطنية عقائدية روحية. لم يأتي الشهيد من فراغ، لم تأتي هذه العظمة عند الشهيد من فراغ، إنما جاءت من خلال هذه الأسرة الوطنية. وهذه الأسرة الوطنية كذلك لم تأتي من فراغ، إنما من خلال هذا المجتمع، خلال هذا الشعب الطيب، الشعب المعطاء، الشعب الذي ضحى الكثير منذ عشرات السنين في سبيل حرية واستقلال هذا الوطن. وعند الحديث عن الشهيد والأسرة لا بد من الحديث عن الجرحى. نعم. فهم شهداء أحياء حقيقة. نعم. هم يحملون الشهادة. الكثير سمعت منهم من هؤلاء الجرحى عند زيارتي لهم يتمنون الشفاء، لا من أجل الشفاء، إنما من أجل أن يعودوا إلى الميدان وإلى مقارعة أعداء هذه الأمة. وكما أحيي هؤلاء، أحيي هذا الجيش العظيم، الجيش البطل، الجيش العربي السوري، منبع الشهادة والشهداء. هذا الجيش الذي يحمي هذا الوطن، يحمي هذا الشعب، يحمي كل ما يملك من قوة وصمود، يحمي مقدرات هذا الشعب. كما أحيي كل أحرار العالم الذين وقفوا ويقفوا مع سوريا في مواجهة هذا العدوان الكوني علينا. وأحيي راعي الشهادة والشهداء السيد الرئيس بشار الأسد، الذي يعطي ويعطي
وأعطى الكثير لهذا الوطن ولهذا الشعب وللشهداء، وما زال يعطي، لأنه يعلمنا أننا مهما قدمنا للشهيد فإننا لا نعطيهم ولا نقدم لهم ما قدموه لنا، وهو أغلى ما في الوجود، هو الروح. نعم نعم. يعني كلام عظيم عن عن عظماء. طبعا دكتور، من المتعارف عليه الوقوف دقيقة صمت في أي احتفال، في أي مناسبة، في أي تجمع، إجلالا وإكراما لأرواح الشهداء الأبرار. ما تفسير هذا التقليد المتعارف عليه؟ نعم. لماذا الوقوف دقيقة صمت؟ لماذا دقيقة ولماذا الصمت؟ نعم، جميل هذا السؤال. كما قلنا، مهما قيل عن الشهيد وعن الشهادة، نعم، فإننا لا نفي حقهم. تمام. ويقال أن الصمت أبلغ أنواع الكلام. وهناك حكمة تقول أن العافية عند العرب 10 أجزاء، 9 منها الصمت. نعم، الصمت موطن الوجدان، والوجدان موطن الشهيد. لذلك تعطى هذه الدقيقة احتراما وإجلالا لأرواح الشهداء، والصمت دلالة على بلاغة وعظمة اللغة التي يمكن أن تقدم لما أعطاه هذا الشهيد من عظمة وقدسية. ويقال أيضا إن الصمت فن عظيم، فنون الكلام. ويقال نعم، وأن الصمت فن عظيم، وهو أعظم الفنون. صح، وأبلغها. وأبلغها، نعم. نعم. طيب دكتور معن، نحن الآن في بانوراما حرب تشرين. نعم. التحريرية، هذا المكان العظيم أيضا بتصميمه بتنفيذه، نتحدث عن رمزية ودلالة ومعاني هذا المكان، إلى ما يرمز، لماذا اخترناه ليكون مكانا للقائنا في ونحن نحتفل بعيد الشهداء؟ الشهداء أولا، في الحقيقة في كل لحظة عيد الشهداء. نعم. لا يحدد في زمان ولا في مكان، كل لحظة نعيشها تماما نحتفل بها عيد الشهداء. الشهيد له الكثير. نعم. ولكن نحن نعلم بأن مناسبة هذا العيد. نعم. عام 6 أيار. نعم. عام 1616. نعم. عندما أقدم جمال السفاح. نعم. العثماني على على إعدام مجموعة من الوطنيين. نعم. العرب من سوريا ولبنان، هؤلاء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، وهؤلاء الشهداء في الحقيقة هم دم هذه الشهداء كان وقود الثورة العربية الكبرى. نعم. وتحرير البلاد العربية من الاحتلال العثماني. نعم. وجميل أن ومن باب الوفاء أن أقرأ عليكم بعض ما قاله هؤلاء الأبطال الشهداء وهم على حبل المشنقة. على حبل المشنقة. نعم. نعم. يعني الواحد منا يلاحظ كم هؤلاء عظماء، منهم احيانا في هذا الوقت، هذه الدقيقة ما قبل الاستشهاد، ممكن ان يكون هناك الانسان ان يوصي بالابن، بالزوج، بالاخت الى هنالك، ولكن هؤلاء قالوا الكلام بالوطن، اوصوا بالوطن. فاعتذر اولا لان القي فعلا بعض هذه الكلمات العظيمة الخالدة. نعم. لهؤلاء، وأعتبر هذه وثيقة وثيقة هامة جدا. هذه الوثيقة تمنح كل واحد منها وتهبه عظمة هذا الوطن وعظمة هؤلاء الشهداء. طبعا
ما أعظم ما أعظم ما قاله طبعا كانها الإعدام الشهداء كان في دمشق في ساحة المرجي، نعم ساحة المرجي، وفي بيروت ساحة البرج، نعم وكلا الساحتين سميا بساحة الشهداء. نعم أثناء الإعدام كما التاريخ يروي أن جمال السفاح كان واقف على إحدى شرفات ساحة المرجي ويرى ويتلذذ كيف يعدمون هؤلاء الأبطال. لذلك هو سفاح، ومن كان على طريقه فهو السفاح مثله، نعم. مثله كما الآن أردوغان. نعم. وجميل ما قاله الشاعر الزهاوي في هؤلاء الأبطال، يقول: على كل عود، على كل عود صاحب وخليل، وفي كل بيت رنة وعويل. مدام رشا، عندما نذكر الشهادة وقصيدة الشهادة لابد من استحضار الكلمة والشعر والوجدان والأدب، لأن ذلك نعطي بعض الشيء من حق هؤلاء الشهداء. الشهيد عبد الغني العريسي قال قبل إعدامه بدقائق، وهو والحبل مشنقة حول رقبته، بيقول: إن مجد الأمم لا يبنى إلا على جماجم الأبطال، فلتكن جماجمنا حجر الزاوية في بناء مجد الأمة. هذا الكلام يقوله كل في كل قلب، يقوله كل شهيد وكل بطل وكل طبعا. مواطن مقاوم وشريف. نعم. هذا من 100 سنة، من 100 عام هذا الكلام. الشهيد توفيق أحمد البساط ألقى قصيدة وطنية سمعها السفاح. على أثر هذه القصيدة، لاحظي معي الموقف والكلمة كيف تؤثر، كيف تؤثر. نعم. الشهيد الدكتور البوطي مواقفه العظيمة على المنبر كان مستهدف، صحيح. وكان شهيد المحراب ومعه العشرات من الشهداء. إذن ليس الشهيد من يستشهد في أرض في الميدان، الميدان. نعم. الشهادة ربما أن تكون من خلال الكلمة، نعم. من خلال الموقف، نعم. من خلال الميدان، نوع العمل، من خلال الإعلام أيضا، شهداء من خلال الإعلام، نعم. من خلال كل شيء، كل شيء له علاقة بالوطن وبالإنسان. الشهداء ليس فقط هؤلاء شهداء الوطن، نعم. هم شهداء الإنسانية، لأنهم استشهدوا ليس فقط من أجل الوطن ومن أجل الشعب، إنما من أجل الإنسانية كافة. نعم. الشهيد توفيق البساط ماذا قال؟ يقول وهتف على المشنقة ويقول: مرحبا بأرجوحة الشرف. دعا حبل المشنقة، نعم. أرجوحة الشرف. مرحبا بأرجوحة الأبطال، مرحبا بالموت في سبيل الوطن. نعم. هذا هو شعبنا، هذا هو شعبنا منذ عشرات السنين ومنذ مئات السنين إلى هذا اليوم. صحيح. الشهيد العقيد سليم الجزائري صرخ بوجه السفاح قائلا: نعم. إن روحي ستظل حية، وستتعلم أبناء الوطن من وراء القبر دروس الوطنية. ما أجمل هذا الكلام. واستشهد ببزته العسكرية بعدما رفض نزع شاراته. الشهيد عمر حمد وهو أصغر الشهداء سنا كان ينشد أمام جلاديه وهو يرتدي ملابس الإعدام: نحن أبناء الأولى شاد مجدا وعلا، نسل قحطان الأبي جدي كل العرب. إذن لاحظي معي هؤلاء المداد لهم مداد العروبة ومداد الوطن ومداد الإنسانية ومداد الحق ومداد البطولة ومداد الصمود في سبيل تراب هذا الوطن الغالي. الشهيد عبد الكريم الخليل وهو على سلم المشنقة قال:
فيا أرض وطني احفظي. من هذه الكلمة رأيت، أتمنى وأني أن رأيت أن هذه الكلمات لهؤلاء الأبطال أن أقرأها وأن أبثها إلى في هذه المناسبة. نعم. عندما قال احفظي رأيت من المناسب أن يعني أن نجاوب هذا الشهيد على قراءة ما قاله هؤلاء الأبطال. احفظي ذكرانا، وأنت يا سماء بلادي احملي إلى كل عربي سلام هؤلاء الشهداء، وقولي لهم إننا عشنا في سبيل الاستقلال ونموت في سبيل الاستقلال. وفعلا هؤلاء هم الذين صنعوا الاستقلال، ورحل الاحتلال العثماني من خلال دم هؤلاء الشهداء ومن خلال صمود هذا الشعب. ونرى فيما بعد أكيد من خلال الحديث كيف هؤلاء الأبطال وأحفادهم وهذا الشعب نفسه هو الذي حرر هذه البلاد من الاستعمار الفرنسي والتصدي لهذا العدوان الحالي وما سبقه والآن وغدا الخطر الصهيوني على هذه البلاد. كلامهم مؤثر فعلا، شكرا لأنك يعني أفردت لنا هذه المساحة لكي تقرأ علينا ما قالوه. نعم. ونرجو أن نكون على قدر يعني هذه الأمانة التي حملونا. نعم. إياها. نعم. دكتور معن، طبعا نتحدث أيضا عن شهداء هذه الأيام ونحن يعني نتابع على شاشاتنا أمهات الشهداء السوريين الأبطال. نعم. نعم. وهم يعني ليسوا يعني كلمة معطاء قد تكون قليلة كما قلت. نعم. عليهم. نعم. أم أحد الشهداء تقول قدمت شهيدا أو شهيدين، أحد يعني الشهداء. نعم. وأنا على استعداد لتقديم الثالث والرابع. نعم. يعني هم لا يمنعهم هذا الحزن العظيم. نعم. هذا الألم الذي يعني يطالهم من جراء فقد عزيز، طبعا الشهادة قيمة عظيمة وكبيرة ولكن لا يمنعهم حزنهم وألمهم ذو الشهداء طبعا من تقديم المزيد. نعم. من الشهداء في سبيل هذا. نعم. الوطن الغالي. جميل ما تفضلت به. نحن نتغنى دوما بالخنساء. نعم. ونتغنى ونحن عندما نتغنى بالخنساء وبأمثالها وبالتاريخ المجيد. نعم. لهذه الأمة نتغنى ونحن مرفوعين الرأس بهذا المجد بهذا التاريخ المجيد. ولكن أقول بأن سوريا من خلال مواجهة هذا العدوان الكوني عليها. نعم. تكتب تاريخا جديدا لهذه الأمة من خلال ما رأيناه وعشناه وسمعناه أن أمهات الشهداء عندما نلتقي بهم يقولون صحيح نحن فقدنا الابن والأخ والزوج ولكن الوطن أغلى. نعم. ولكن سوريا أغلى. ولكن تراب هذا الوطن أغلى. نعم. عندما تقدم الأم السورية. نعم. الشهيد والشهيد وثم الشهيد وثم الشهيد. نعم. هناك أمهات قدموا 4 و5 شهداء من. صحيح. أبنائها. صحيح. وهناك نماذج كثيرة وظهرت على الشاشة. نعم. وأنا التقيت بهم وكان لي شرف تكريمهم بهذا الاستشهاد. هم يكرمون الحقيقة، هم يكرموننا، لكن يعني كلام مجاز أن نقول أنهم كرمناهم. نعم. هؤلاء عندما تقول هذه الأم أن سوريا هي الأغلى. نعم. الوطن هو أغلى، تراب هذا الوطن هو الأغلى، ماذا تقول لهذه الأم، لهذا الشعب المعطاء، لهذه الأسرة التي قدمت؟ نعم. أليست الخنساء تفتخر بهؤلاء؟ طبعا. أليس التاريخ يعيد نفسه في هذا الإجلال والإكرام والعظمة؟ نعم. عندما الأب يقول إذا استشهد ابني فأنا مستعد أن أحمل السلاح وأقاتل وأدافع عن هذا الوطن. صحيح.
لأن الوطن في خطر، والوطن من خلال هذا العدوان الكوني على هذا الوطن، هذا العدوان الذي لم يشهده تاريخ ولا شعب ولا أرض، كان فعلا هذا العدوان هو إما وجود أو لا وجود. وأقول لك سيدة بأن هؤلاء الشهداء، دم هؤلاء الشهداء صنعوا مستقبل هذا الوطن، بل ومستقبل هذه الأمة صنعوه. وعندما نقول صنعوا مستقبل سوريا، سوريا تصنع مستقبل العالم. دم الشهداء هو من يعيد الأمن والأمان إلى هذه البلاد. دم الشهداء هو الذي يوما بعد يوم يجعل من هذا الشعب يعيش حرية، حريته واستقلاله واستقلال والسيادة الوطنية، بناء السيادة الوطنية. وكل ما يبني هذا الوطن وكل ما يكون سببا ومزيدا من الخير لهذا الوطن ولهذا الشعب هو من فضل دم الشهداء. بل وأقول أكثر من ذلك، أن الحياة في سوريا هو من خلال رحيل هؤلاء الشهداء، دم الشهداء. دم الشهداء هو الذي يصنع الحياة لسوريا. نعم. طبعا هم ليسوا أمواتا، هم أحياء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. طبعا وهم أحياء بيننا، لأننا نحن أحياء اليوم، أحياء في قلوبنا، يعني في وجداننا، صح، في عقولنا. نعم. في تفكيرنا، في حياتنا، في كل أمر. طيب. نعم. سأعود لشهداء السادس من أيار وما نواجهه اليوم، وهم يعني العدو الذي تواجهه سوريا اليوم. هم أحفاد جمال باشا السفاح. نعم. ولكن قبل ذلك، لم تحدثنا عن بانوراما حرب تشرين. دكتور، حرب تشرين التحريرية، لماذا نحن اليوم؟ ما دلالة هذا المكان؟ نعم. ما رمزيته؟ أعود لدم الشهداء. نعم. دم الشهداء هو الذي صنع انتصار حرب تشرين. نعم. وصنع كل انتصارات العرب. نعم. نعم. حرب تشرين التحريرية الذي قادها وخطط لها القائد الخالد حافظ الأسد. نعم. هذه الحرب التحريرية فتح المجال. نعم. لإعادة الحق العربي. وما أخذه هؤلاء. نعم. أن يعود إلى حضن الوطن. وإلى تراب الوطن وإلى الوطن. نعم. وحرب تشرين التحريرية بصمود هذا الجيش. نعم. وبدم الشهداء كان تحرير قنيطرة. ونلاحظ أمران هنا في هذه اللوحة التاريخية. نعم. وكأننا الآن أمام حرب تشرين تحريرية. تمام. نلاحظ أمران، صمود هذا الجيش العظيم. نعم. صمود هذا الجيش. نعم. صمود حتى شعبنا في القنيطرة، وهو موجود في حرب تشرين تحريرية. صحيح. مع صف لجانب الجيش العربي. صحيح. السوري. نشاهد النساء. نعم. والأطفال. نعم. والأمر الآخر، العدوان الإسرائيلي، كيف الإجرامي كيف هدم وخرب. نعم. هذه المدينة. مهم. المسالمة، المدينة. صحيح. الرائعة. مهم. في جمالها وفي تاريخها وفي شعبها. نعم. نعم. وهذه هي سلمية ما يطلبونه. نعم. هذا ما يجري الآن على يد هؤلاء. نعم. الصهاينة. مهم. نعم. وهم يسمونها، وهم يدعون أنهم بدهم سلام. نعم. السلام الذي يدعون هو مطلوب الاستسلام. نعم. كما يدعون هؤلاء في الغرب والولايات المتحدة الأمريكية وعملائهم وأدواتهم أن ما يجري في سوريا في البداية كانت هي سلمية. نعم. نرى أن هذه السلمية هي كما أرادوا الصهاينة في هذه المدينة. نرى التخريب والقتل والدمار، نرى تخريب المدارس والمشافي والمساجد والكنائس، نرى ما هو كل ما هو حي يجب أن يموت، كل ما هو مشاد من خلال عرق هذا الشعب يجب
يحاولون تدميره وتخريبه. نعم. هؤلاء كما ينطبق عليهم كلمة حق يراد بها باطل. يقولون سلمية وديمقراطية وإلى ما هنالك وسلام وإلى ما هنالك، ولكن لا يريدون إلا العكس تماما. لا يريدون إلا دمار سوريا وقتل شعبها، لأن سوريا وشعبها المقاوم هو في وجه مخططات ومؤامرات التي تستهدف ليس فقط سوريا إنما المنطقة العربية بكاملها، بل والإسلام في حقيقة الأمر. نعم. والحديث في الحقيقة طويل في هذا المجال. هم يريدون الديمقراطية، أين الديمقراطية الموجودة في أوروبا أو في أمريكا؟ إذا قلنا حاليا في سوريا دم الشهداء، من خلال صمود الشهداء استطاع هذا الشعب، هذا الجيش، سوريا استطاعت أن في الحقيقة أن تنتصر على ما يقولونه وما يتآمرون عليه وما يخططون له. سوريا دولة الوحيدة حاليا في المنطقة، إن لم نكن نقول على مستوى عندها دستور جديد من خلال دم الشهداء، دستور جديد، أحزاب، وجود أحزاب موجودة في سوريا متعددة الأحزاب. سوريا أصدرت قانون انتخابات الاستحقاق الحالي اللي احنا بنعيشه الرئاسي، سنأتي على هي. كل ذلك بفضل دم الشهداء. حتى الاستحقاق الذي نعيشه اليوم لأنه هذا حق المواطن العربي السوري في انتخاب الرئيس الذي يريد. هذا كله من فضل دم السوري الذي صنع ويصنع كل يوم كما صنع في الماضي ما يريده هذا الشعب. طيب دكتور معن، إذا قلنا بأننا نحتفل في السادس من أيار بعيد الشهداء وهي ذكرى إعدام جمال باشا السفاح لمجموعة من الرجالات السوريين الأبطال المدافعين عن أرضهم ووطنهم ضد الاحتلال العثماني. اليوم تواجه سوريا الأعداء أنفسهم بلبوس جديد، رأس حربته العثماني أردوغان. هل التاريخ اليوم يعيد نفسه كما يقال؟ يعيد نفسه باتجاهين نقيضين تماما. يعيد نفسه في التآمر على هذا البلد. يعود الاحتلال العثماني بلبوس جديد من خلال دخول الحكومة التركية برئاسة أردوغان في خضم هذا العدوان على سوريا. وما نراه الآن في كسب وفي حلب من سرقة ونهب وقتل وفي كل مكان في سوريا. هذه الأيادي الخبيثة التركية العثمانية الجديدة تعود إلى تدمير المجتمع السوري. كما إذا رأينا أن هذا الاستعمار الفرنسي هو شريك في هذا العدوان، شريك في دم السوري كما التركي، والعدو الصهيوني الذي يدعم الإرهاب، ونحن في القنيطرة نراه في أم العين. نرى هؤلاء الإرهابيون كيف يدعمونهم الإسرائيليون بكل أنواع الدعم. إذن العثمانيون الذين كانوا الفرنسيون المستعمر الفرنسي ورحلوا بفضل الأبطال الذين سنذكرهم وأذكرهم مثل السلطان باشا أطراش وأحمد الشهيد أحمد مريود، وهم عندنا من القنيطرة الشهيد أحمد مريود الشهيد العظيم، حسن الخراط، الشيخ صالح العلي، إبراهيم هنانو، يوسف العظمة، يوسف العظمة الذي فتح باب الشهادة من خلال معركة ميسلون واستشهد معه 800 شهيد. إذن هؤلاء المعتدون عادوا من جديد إلى التآمر على سوريا وإلى خراب سوريا وإلى قتل شعبها ونهب ثرواتها. ونرى الآن بأم العين وكأننا نقرأ الماضي ونحن في الحاضر ما عملوا. وفي الأمر الآخر
كيف استطاع الشهداء دم الشهداء وهؤلاء الأبطال وهذا الشعب العظيم كما استطاع أن يحقق الاستقلال ويبعد الاحتلال العثماني وحقق الاستقلال في عن المستعمر الفرنسي وواجه العدوان والخطر الصهيوني والآن نعيش العدوان الكوني علينا بدم هؤلاء الشهداء. يعني أنا التقيت الكثير من الناس يتمنون الشهادة. أعطي مثال وهو قريب أخي. عندي أخ الشيخ حسين دوما يدعو إلى أن تنتهي حياته بالشهادة وهو على فراش المرض. الكثير من الناس يتمنون الشهادة، يتمنون أن يحملوا السلاح للدفاع عن هذا الوطن وعن هذا البلد وعن شرف هذا البلد وعن شرف هذا الشعب وكرامة هذا الشعب. إذن التاريخ يعيد نفسه من خلال العدوان والإجرام علينا وكذلك من خلال هذا الشعب وصمود هذا الشعب ومن خلال هذا الجيش العظيم ومن خلال دم الشهداء الذي يصنع المعجزات لهذا الوطن ولهذا الشعب ويكتب التاريخ من جديد، وهو تاريخ ناصع في الحقيقة. دم الشهداء نور، سيتحول نور إلى هذه البلاد نستطيع بنورها بإذن الله إن شاء الله. طيب إذا سوريا، نستطيع القول اليوم بأن سوريا تواجه هذا العدوان بأحفاد أولئك الأبطال، أبطال السادس من أيار. نعم طبعا. نعم. كانت هناك إضافة للحرب العدوانية التي تواجهها سوريا اليوم، كان هناك حرب إعلامية عبر وسائل إعلام عديدة وفكرية. نعم. حرب، تعرضنا لحرب مصطلحات كما قال السيد طبعا الرئيس. نعم. كيف نتصدى اليوم دكتور معا لمصطلحات محاولة شيطنة الدولة السورية وشيطنة جيشها وقيمها ورموزها؟ حلو. أيضا سؤال جميل. السيد الرئيس قال كلمة رائعة جدا. نعم. قال سنواجههم في الفضاء وسنهزمهم كما واجهناهم في الأرض. نعم. وهزمناهم. صحيح. طبعا الفضاء هنا يعني الإعلام. الإعلام. وسائل الإعلام. في الحقيقة لا يقل خطر على في هذا العدوان علينا من قبل هؤلاء أدوات العدوان والخطر العدواني علينا كخطر الإعلامي. الخطر الإعلامي المضلل. والحقيقة أنا أشكر جزيل الشكر الإعلام الوطني المقاوم ومحاولة التصدي لهذا التضليل الإعلامي من خلال الإعلام الذي نراه، إن كان الإعلام في الصورة أو في السمع أو في وسائل الإعلام بأنواعها. وطبعا هناك الأهم من ذلك الجيش العربي السوري الذي يصنع يوما بعد يوم الانتصارات التي تكذب هؤلاء الذين يقولون في إعلامهم هنا وهناك وكذا إلى ما هنالك من تضليل إعلامي. الجيش العربي السوري من خلال أدائه على الأرض يكذب هؤلاء ويفند ادعاءاتهم وكذبهم، وخاصة الإعلام في الحقيقة للأسف الشديد الذي نحن نسميه إعلام عربي مثل الجزيرة والعربية وإلى ما هنالك. هذا العدوان الذي رافقه وتزامن معه هذا الهجوم الإعلامي له أسبابه الكبيرة. أولا له أسبابه من حيث أن يرفع من معنويات هؤلاء الأدوات وأن يعملوا من أجل إخفاء خفض معنويات هذا الشعب، ولكن ليعلموا أن هذا العدوان أولا مكشوف
نحن نواجه هذا الإعلام البغيض من خلال وعينا، من خلال معرفتنا وثقتنا بهذا الشعب، معرفتنا وثقتنا بهذه القيادة وعلى رأس السيد الرئيس بشار الأسد، ثقتنا المطلقة بالانتصار وبالصمود، وثقتنا في 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 مستقبل سوريا. وكل ذلك بهذا الوعي، بهذا الجيش العربي السوري، بهذا الإعلام المقاوم، حقيقة الإعلام الوطني المقاوم، بمجموع ذلك يعني نحن نواجه هذا الإعلام الذي كل يوم يقذف بصواريخه الإعلامية العشرات بل المئات لمحاولة قتل النفس العربية السورية والتأثير في الفكر العربي السوري وفي تأثير على توجه الوطني لهذا الشعب. ولكن أعتقد قوتان لا تقهران كما قال القائد الخالد، قوة الله وقوة الشعب، ومن يملك والشعب يملك من القوة ما لم يستطع قوة في العالم، لا تستطيع قوة في العالم أن تؤثر على هذا الشعب وأن تؤثر على خطه المقاوم وعلى نهجه العروبي وعلى نهجه الإنساني. الشعب العربي السوري شعب عظيم، صحيح، ولا يمكن أن يكون إلا عظيما إن كان في ماضيه أو في حاضره وفي مستقبله. شعب يخرج من صفوفه، هؤلاء الشهداء، هؤلاء الأبطال، هؤلاء المقاومين بكل أنواع أسلحتهم، وقلت كما قلت، من هم من يملك الكلمة؟ من هم من يملك السلاح؟ من هم يملك العقيدة؟ وكلهم يملكوا العقيدة. من يملك حب الوطن وحب الوطن من الإيمان، من يملك ذلك كله لا تستطيع قوة في العالم أن تستطيع أن تؤثر على هذه القوة وعلى هذا الشعب. بالتأكيد دكتور معن، طبعا عيد الشهداء هذه الأيام يأتي متزامنا مع استحقاق إرادة السوريين، هذا الاستحقاق الوطني بامتياز، وهو استحقاق الانتخابات الرئاسية. نعم. لاختيار من يرأس الجمهورية العربية السورية. نعم. كيف تنظرون إلى هذا الاستحقاق اليوم؟ أين تضعونه؟ ما أهميته؟ ونحن ما زلنا نعيش يعني ونواجه هذه الحرب علينا. طبعا الاستحقاق هو من حق كل مواطن عربي سوري. نعم. أن يتوجه إلى صندوق الاقتراع ويختار ما يريد. نعم. وهذا جانب ديمقراطي، وهذا ما حققته القيادة السورية. نعم. لأنه الصندوق مرتبط بموضوع الاستحقاق، يعني كله مكتمل مع بعض. ونعم. أولا ما وصلنا إليه كما قلت، هذا الاستحقاق هو من صنع دم الشهداء. الاستحقاق الذي يعيشه المواطن العربي السوري الآن هو استحقاق ديمقراطي بامتياز. نعم. هو استحقاق جاء من خلال وجود الدستور. نعم. الذي شرع لقانون الانتخابات. نعم. هذا القانون الانتخابات الذي جاء بهذا الاستحقاق. وهذا التسلسل الزمني يأتي يوما بعد يوم، كل ذلك بفضل دم الشهداء وصمود هذا الجيش وهذا الشعب. نعيش الآن هذا الاستحقاق، ونحن والمواطن السوري يعيش بكامل حريته وبكامل ليس فقط في حريته ورأيه بأن يختار. والإعلام السوري يعني من يتابع الإعلام السوري يرى أن هذا الإعلام هو إعلام محايد لهؤلاء المرشحين، السادة المرشحين إلى مقام رئاسة الجمهورية. ودليل على ذلك، دليل على نزاهة هذا الاستحقاق ونزاهة
الانتخابات المقبلة في وقتها. ما أراه في الإعلام السوري وما أسمعه من المواطنين، إن كان هذا المواطن أراه على الشاشة التلفزي من خلال اللقاءات أو ما من خلال الناس الذين نلتقي بهم، أنا في مثلا بالقنيطرة يرون أن الاستحقاق هو حق لهم، وهذا الحق يجب أن يمارسوه. وفعلا يعني ما توصلنا إليه من حالة ديمقراطية وفي الأساس هي موجودة. والجينات جينات الشعب السوري لم يكن إلا يحمل هذه الجينات الديمقراطية الإنسانية الاجتماعية الحقيقية. هذا هو من صلب الشعب العربي السوري، وليس بجديد. فهذا الاستحقاق هو مطلوب، وأنا أدعو كل الناس كل السوريين إلى هذا الاستحقاق، والصندوق لهم لمن يشاءون. والانتخاب حق وواجب طبعا. حق وواجب الانتخاب. حق وواجب طبعا. باعتبار كما قلنا الصندوق هو الأداة الأكثر تعبيرا عن الديمقراطية، دكتور معن، لماذا كل هذا الصراخ على ضفتي الأطلسي وأطرافها فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية في سوريا؟ يعني تابعنا المواقف التي صدرت سواء كانت أممية صادرة عن الأمم المتحدة أو حتى عن بعض الدول الغربية، والتي تحدثت عن يعني فشل للحل السياسي، عودة إلى الوراء في سوريا وما إلى ذلك. هؤلاء عندهم أجندة. أجندة الغرب معروفة. نعم. إخراج سوريا من خط المقاومة. وإبعادها عن الصراع العربي الصهيوني. نعم. حاولوا الكثير. والمحاولة الأخيرة هذا العدوان. نعم. دائما يحاولون أن يأتوا بكلمات براقة لماعة مثل ما قلنا ديمقراطية سلمية لما هنالك، ونرى ما العكس تماما ما يفعلونه. كل عمل تقوم به سوريا دولة وشعبا من أجل تحقيق مصالح هذا الشعب ومصلحة هذا الوطن وهذه الأمة، يقف الغرب ضد هذا التوجه. حتى مؤتمر جنيف لاحظنا أنهم وقفوا ضد هذا المؤتمر. كل يعني كل عمل تقبل به سوريا فهم ضد هذا الموقف السوري، مع أنهم يدعون حرصهم يدعون حرصهم إلى ما هنالك، ولكن في الواقع نرى النقيض تماما. يعقدون مؤتمرات لأصدقاء يسمونه أصدقاء سوريا، بل هم أعداء سوريا، بل أدوات لأعداء سوريا في الحقيقة. لذلك عندما كان هناك دستور جديد لاحظنا هجوم على هذا الدستور. صحيح. عندما كان هناك في انتخابات مجلس الشعب وإدارة محلية إلى آخره، رأينا هجوم على هذا الاستحقاقات لهذا. عندما هناك في استحقاق لرئاسة الجمهورية، لمقام رئاسة الجمهورية، نرى هذا دوما هذا الهجوم علينا. لماذا؟ لأننا نحن نسير على الطريق الصحيح، على الطريق الذي يخدم هذا الشعب ويخدم هذا الوطن ويخدم الهدف والقضية. هم ضد أي موقف صحيح، ليس الآن، عبر التاريخ الماضي لم يكونوا إلا أعداء لهذا الشعب وأعداء لمصالح هذا الشعب. العقوبات اللي فرضوها على الإنسان السوري طبعا، على الشعب السوري، على المواطن السوري. صحيح. هذه العقوبات وغيرها من ما يفعلونه من قتل وخراب وتدمير ومن تضليل إعلامي ومن استخدام كل أنواع الحروب ضد هذا الشعب. الحرب على سوريا هو حرب على الشعب السوري، على المواطن السوري قبل كل شيء، لأن هذا المواطن السوري، لأن الشعب السوري يحمل من الصفات
الوطنية والإنسانية والعروبية والأخلاقية والقيمية أعتقد يعني ما يميزه عن الآخرين. هذا هو الشعب السوري، سيبقى دائما كذلك وسيبقى ذلك. ولا ننسى أن شعبا يتخرج من مدارسه، من أسرته، من صفوفه، من مواطنيه، يتخرج منه الشهيد والبطل والمقاوم والشاعر والأديب ورجل الدين، وإلى ما هنالك من هؤلاء العظماء والقائد. يعني لو تحدثنا في مجال القادة، كم هناك من عظماء في هذا الوطن؟ القائد العظيم حافظ الأسد، السيد الرئيس بشار الأسد، المفكر الكبير الذي أدهش العالم ما قدمه أمام رجال الدين في لقاء الأخير مع رجال الدين. ولكن هم لا يريدون ذلك، لا يريدون لنا أن يكون قائدا لسوريا أو رئيسا لسوريا أن يكون بهذا المستوى من الفكر ومن التوجه ومن الصمود ومن الأهمية الكبرى. هم يريدون أن يصنعوا لنا قوانين ورجالات، إذا سميناه رجالات يصنعونهم ويأتون بهم إلى سوريا كما يشاءون. نعم. وكما اخترت دكتور معا يعني خير ما نطلع به في بداية ندوتنا هذه، التسليم على الشهداء أيضا خير ما نختم به، التسليم على الشهداء والرحمة لأرواحهم العظيمة. شكرا جزيلا لكل ما قدمته لنا في عيد الشهداء هذا، كل عام والوطن بألف ألف خير بفضل دماء هؤلاء الأبطال الشهداء العظماء. الرحمة لكل الشهداء والشفاء لجرحانا، وكل التحية والتقدير لهذا الجيش العظيم، مدرسة الشهادة والشهداء، ولهذا ولكل أحرار العالم. والتحية موصولة لهذا الإعلام الوطني الذي أشكره على هذا اللقاء، كما أشكرك على ما تقدمت به من أسئلة هامة جدا ومن الأفكار الغنية. ولابد من كلمة أخيرة، سوريا كما قال السيد الرئيس سيد الوطن، سوريا الله حاميها إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم. شكرا الدكتور معن صلاح الدين علي محافظ القنيطرة، أهلا ومرحبا بك على شاشة الفضائية. أهلاً. السورية. أهلا شكرا بكم معنا. والشكر الأكبر لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. الرحمة، كل الرحمة لأرواح شهداء سوريا الأبرار، والشفاء العاجل لكل جرحاها ومصابيها. تحية طيبة وإلى